حدثنا الوليد بن مسلم قال سمعت ابن جابر يقول حدثني بصر بن عبيد الله الحضرمي أنه سمع واثلة بن الأسقع صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حدثني أبو مرثد الغنوي سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. حدثنا عتاب بن زياد قال حدثنا عبد الله يعني ابن المبارك قال أبي وحدثنا علي بن إسحاق قال حدثنا عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر وقال حدثنا بصر بن عبيد الله قال علي حدثنا بصر بن عبيد الله قال سمعت أبا إدريس يقول سمعت واثلة بن الأسقع يقول سمعت أبا مرثد الغنوي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا عليها.